لكن المهندس عدلي أثار قضية مهمة جدا من شوية في قضية علاقة الجماهير ببعضيها، وإن كرة القدم يا جماعة للمتعة، كرة القدم للمتعة، ما تنفعش تتحول لهذا القدر من التحفيل والتعذيب بين الجماهير مع بعضيها، خاصة إن احنا في مسابقة واحدة وفي بلد واحدة وفي أجواء واحدة، وكفاية حتى المنتخب يجمع الناس كلها حواليه. علاقات الناس مع بعضيها في قمة الاحترام والتقدير، هي لولاش بس بعض الظواهر السلبية والأصوات الزاعقة الدخيلة على الوسط الرياضي اللي أحدثت كل هذه الانشقاقات. لكن حقيقة الأمر شوفوا علاقة اللعيبة الكبيرة والنجوم الكبار ومسؤولي الأندية الشعبية مع بعضهم عاملة إزاي. أنا بتكلم على علاقة الأهلي بكل الأندية الشعبية وعلى رأسهم نادي الزمالك الكبير. شوفوا الكابتن أشرف قاسم في الظروف الصحية الصعبة اللي بيمر بيها واللي بنتمنى له يا رب سرعة وتمام الشفاء بيها بإذن الله، اهتمام الكابتن محمود الخطيب بيه، وبمجرد ما عرف كلم أشرف، بل تاني يوم راح زار أشرف قاسم في البيت، وده كان له مردود كبير عند الكابتن أشرف قاسم في إحساسه بتقدير الكابتن محمود الخطيب. ودي رسالة، رسالة من هذه التصرفات وهذه العلاقات لكل الجماهير. لازم نحترم بعض، لازم نحب بعض، لازم كل واحد هو بيشجع فرقته وبيتمنى نجاح فرقته يحترم المنافس. هي دي أصول الرياضة، وده رأي الكابتن أشرف قاسم. كابتن خطيب جالي النهارده الصراحه بعد صلاه الجمعه على طول، يعني انا حتى امبارح ولما كلمني قلت له انا هكون يعني ممكن ما اكونش متواجد في البيت، انا هكون موجود عند بنتي. قال لي لا ما تتحركش الا لما اجي لك. طبعا الكابتن خطيب والكباتن اللي موجودين عارفين ان انا كابتن خطيب بالنسبه لنا كاخ كبير قبل ما يكون رئيس النادي الاهلي، كان زميل ملعب في منتخب مصر، انا لعبت مع كابتن خطيب في منتخب مصر 4 سنوات. فيعني وجوده في زياره ليا النهارده طبعا ليه كل الشكر والاحترام والتقدير ان هو جه وانا اتشرفت بيه النهارده. وطبعا يعني اتكلمنا في موضوع المرض اللي عندي، لان هو برضه مر بظروف كانت صعبه جدا في خلال العمليات اللي عملها الفتره الاخيره دي، فكان بيديني خبراته في الناس اللي هو يعرفهم كدكاتره موجودين خارج مصر وكده، فانا بشكره طبعا جدا جدا من خلال حضرتك يعني. طيب دي فرصة ان الناس تعرف ان ما فيش حاجة اسمها يعني اهلي وزمالك وشد وجذب. لا الاهلي تعرف حضرتك القرب اللي بين اللعيبة دلوقتي الكبار وبعضها هو مهم جدا. يعني موضوع ان انت تسأل على زميل ليك كان متواجد معاك، احنا كنا بنقعد مع بعض في معسكرات اكتر ما بنقعد في بيوتنا. شوف كابتن اشرف قاسم لانه برنس، ايوه القرب اللي بين اللعيبه وبعضها، هو التعصب والتحفيل للاسف اما بيبقى على مستوى الجماهير من تحت ما بيزعجش قوي. لكن المشكله ان اتزق علينا في وسائل، في برامج رياضيه او في وسائل التواصل الاجتماعي، بعض اللعيبه السابقين استفادوا من تجاره الكراهيه استاذ ابراهيم والتحفيل. بقى عارف ان هو عشان يشتغل لازم يحفل ولازم يبقى له جمهور معين فالناس تستضيفه وتجيبه. بل انا بستغرب ان برنامج يتبني على اساس اجيب واحد زملكاوي واحد اهلاوي يغيظوا بعض حتى اعلاميين، او يغيظوا جماهير، او يلقحوا كلام، او يغيروا حقائق، او يفجروا قضايا هم عارفين فكره نفسهم انها محسومه. لما انا اكون انا لعيب او مسؤول او اعلامي اعمل كده، هنا الخطوره، ويجب ان نتوقف شويه بقى هنا. او يبقى برنامج فكاهي ويتقال ده برنامج مقصود منه غير حقيقي زي ما بيقولوا كده، وفكاهي ونبسط الناس وناخده بدعابات كلنا. يعني انا عديلي زملكاوي كابتن احمد سيد وابنه اهلاوي، عمرنا ما قعدنا قلنا لبعض الكلام يضايق بعض. ليه؟ بالعكس يعني تبارك لناس كتير. انا يعني في ناس صحابي يباركوا لي على الاهلي وانا بارك لهم على الزمالك وخلصنا على كده. لكن لو احنا بقى شايلين هم بعض، استاذ ابراهيم المشهد بتاع التحفيل ده بيفكرني بالاصحاب قوي اللي بيلعبوا دومنا او كوتشينه في القهوه، فيفضل يغيظ في زميله اللي بيخسر، يغيظ في زميله لحد ما تتقلب خناقه، ممكن حد يأذي، مش يخسروا بعض. ده مره واحد موت واحد صاحبه
من الغل والغيظ، في حين هو بيلعب معاه عشان صاحبه، ده هو ده فات عليه. ايوه ونزله ما تيجي نقعد على القهوه شويه، ما تيجي نتخانق يلا عشان نتخانق واموتك. هذا الكلام لا يمكن ان يكون مقبول في الرياضه، ومفهوم الرياضه السمو، بذل غايه الجهد، وليس عليك ادراك النجاح ولكن عليك السعي اليه. خد بالاسباب، خلاص انت بتكسب الاحتراف، خد بالاسباب. وده اللي بنقوله احنا، منتخبنا لما بياخد بالاسباب بنهنيه، لكن لما بيكسب وهو مش واخد بالاسباب بنتضايق وننتقد. صحيح، وده حصل. وكذلك وكذلك الانديه اللي بنحبها وننتمي اليها ناخد بالاسباب، الاسباب السليمه، امشي صح، امشي صح، وكل واحد يعمل اللي عليه. ايوه خلاص، مفيش غضاضه بقى، نتقبل كلنا اي شيء يحدث. ولازم الكسبان بالذات الكسبان يطبطب على الخسران. انت سعيد ومبسوط ومنتشي ومحقق اهدافك وهو متضايق، بيتضايقوا اكتر ليه؟ ايه الهدف من كده يعني؟